هل كنت في الوقت ده بتتواصل مع احد مسؤولي النادي المصري، بتتكلم مع مسؤول بعينه بتقول له ان الكلام دوت عامل لك ازعاج، مش عارف تشتغل ومش عارف تأدي شغلك بشكل كويس، وكان رده ايه عليك؟ I never, you know, I discuss with them because ناقشت هذا الأمر معهم بالطبع لأن كان لدي عقدا، ويقولون لي لا توجد مشاكل، سوف نحاول أن نحل هذه المتاعب، ولكن هذا أثر في كثيرا. أنا كان لدي عقد مزيف، وقطع هذا العقد في يناير، وكان لدي عقد لمدة عامين، كان ينتهي العقد في 2024، وقمت بتوقيع عقد جديد، وهذا ليس أمر احترافي بالنسبة لي. أنا لا أعلم، أنا لا أعلم أحد في هذه البلاد إلا فريق المصري، وكان هذا شيء محرج بالنسبة لي. أنا كلاعب محترف كان يتم منحي عقدا مزيفا من فريق كنت أحب وأحترمه، لم يكونوا يحبونني في يوم ما، أعطوني عقد مزيف، قالوا هذا العقد ليس موثق من اتحاد الكرة. أنا لدي عقد، لقد وقعت عقد معكم، ولكن أنا لم أذهب للفيفا لأنني كنت أحب الناس الذين أعمل معهم. ومحافظ بورسعيد فعل كل ما يمكن لكي يجعل فريق المصري يستمر ويؤدي بشكل أفضل، وكان هذا الرجل هو كان هذا المحافظ هو الشخص الوحيد الذي قدم لنا الدعم المالي. المحافظ كان يعطينا حوافز ومرتبات، وكل 3 أشهر كان يمنحنا مرتب شهري، كان يحاول أن يحسن من أداء الفريق، وبعد كل شيء كنا نحاول أن ندفع بالأمور ونصارع، وبعد كل شيء كان هذا هو ما حدث لهذه كل القضية.